الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: أفضل الشفاعات، هذه أفضل شفاعة، أفضل وساطة، أن تشفع بين اثنين في نكاح، هذا أفضل شيء، حتى يجمع الله بينهما. هذه رواية. الرواية الثانية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في من يسعى لزواج أخيه المسلم، الرواية واردة في هذا الباب: كان له، يعني لهذا الذي يسعى، حقيقة ثواب عجيب، كان له بكل خطوة خطاها، كل خطوة اللي يخطوها في سبيل هذا التزويج، أو بكل كلمة تكلم بها، كل كلمة ينطق بها، ما هو الثواب؟ ثواب عظيم. كان له بكل خطوة خطاها أو بكل كلمة تكلم بها في ذلك عمل سنة، قيام ليلها وصيام نهارها، يمكن في 10 ملايين أو في 100 مليون أو في 1000 مليون مسلم، لعله واحد ما يوفق إلى هذا العمل، واحد سنة كاملة يقوم الليل من أول الليل إلى الصباح بالعبادة ويصوم النهار، هذا عمل سنة كاملة، ما أعلم واحد منا وفق في حياته لهذا الشيء، لعله نادر شبه معدوم. هذا الرجل الذي يسعى لزواج أخيه المسلم بكل خطوة يخطوها أو بكل كلمة يتكلم بها، كم كلمة؟ الله يكتب له عمل سنة كاملة.